تبارك الله عليك عبد الله، كنشرف بالوقوف على جانبك الان من بعد هذا المسار تبارك الله المميز. وانا تعلمت معك بزاف الاشياء خلال واحد باقي صغير تمام في المعموره، في صندوق المعموره مسرحيه حب الشباب. اذا الجائزه ديال افضل ممثل صنف دراما اللي غادي يسلموا الجائزه الفنانه القديره حمزه الكريك. ممتنين بزاف الحمد لله، دابا كنشوف وجوه كثيرة. غادي نقول واحد المقطع زجالي وفيه شوية الإحساس العميق، نشعلو كنديل عروقنا الفتيل، دم الفنان هو زيتو، نشعلو قنديل فن التمثيل، ها هو اليوم شاع حديثو. شكرا.